بسم الله الرحمن الرحيم. الكبسولة رقم 2 بتقول: السؤال الأصعب اللي بيطرحه كل طالب دراسات عليا على نفسه أول ما بيجي يبدأ يكتب في رسالة الماجستير أو الدكتوراه: أنا هبدأ منين؟ البدايات ساعات بتبدو متداخلة والمعلومات محتشدة في راسه. في تقديري أي رسالة ماجستير أو دكتوراه جيدة يجب أن تقوم على قاعدتين: الحبكة والتماسك. فلابد للطالب من سرد قصة شيقة في بداية الرسالة بتاعته، مع الحرص على تماسك أحداثها في شكل دائري يعود من حيث بدأ ويتداخل مع بعضها البعض، ابتداء من كتابة الملخص الأبستراكت، المقدمة الانترودكشن، وصولا للمناقشة الديسكشن، وفي الآخر خالص الخلاصة الكونكلوجن. فمن الخطأ الاعتقاد أن كتابة رسالة الماجستير أو الدكتوراه يجب أن يسير في خط مستقيم يتم بناؤه بالضرورة بالتوالي، لكن الأفضل كتابة كل الأجزاء بشكل متزامن لضمان التماسك والتشبيك بلغة كويسة ورصينة، مع الحرص على البدايات والنهايات لكل جزء منها بجمل مفتاحية كده جذابة، وتجنب دفن العبارات العظيمة داخل النصوص بتاعت الرسالة. والقدرة على ذلك هي عبارة عن مهارة بيكتسبها طالب الماجستير أو الدكتوراه من كتر قراية الأدبيات الليتريتشر ريفيو. فالطالب بتاع الماجستير أو الدكتوراه اللي ما بيقراش الأدبيات دي كتير بتظل اللغة بتاعته ركيكة بلا روح، مليئة بالأخطاء الإملائية والتعبيرية اللي بتعتبر كارثية بتهدم الرسالة بتاعته سواء كانت الماجستير أو الدكتوراه، وبتتركها جثة هامدة. بكده انتهينا من الكبسولة رقم 2.